موجز لاهم الانباء من قناه التنصح اهلا بكم. اوجبت الهيئه العامه للاوقاف والشؤون الاسلاميه على الدعاة الى الله تحذير عامه الناس بعدم الخوض في القضايا العامه التي قد ينتج عنها اغاره الصدور وسفك الدماء والطعن في علماء الشريعه وانتقاصهم ولمزهم بسبب فتاويهم واجتهاداتهم. الهيئة نبهت الخطباء والوعاظ في بيان الله الخميس على ضرورة إيضاح وتبيين أحكام الله الشرعية لا سيما في الأمور العامة والكبرى بأنه لا يتولاها إلا أهل الاجتهاد في الدين من علماء الشريعة الراسخين في العلم. وأضافت الهيئة أن الاجتهاد هو اختصاص أصيل وعمل جليل تقوم به دار الإفتاء الليبية ومجلس البحوث والدراسات الإسلامية. هذا وذكرت الهيئه بالرجوع الى الله عند الخلاف والنزاع استجابه لامر الله تعالى. استنكر الحراك الشعبي وعدد من اهالي مدينه غريان ما اسموها بالحمله المسعوره التي تشن على دار الافتاء وعلمائها الاجلاء. اهالي غريان اعلنوا في وقوفهم وتضامنهم مع علماء ليبيا ودار الافتاء رافضين كل من يحاول التطاول او النيل منهم. وجاء ذلك في وقفة نظمها الحراك الشعبي وعدد من أهالي المدينة مطالبين الجهات المسؤولة وذات العلاقة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يسب أو يقدح في العلماء ودار الإفتاء على حد قولهم أنهى المهندسون والفنيون بمشروع الكفرة الانتاجية عمليات الصيانة لمطحن الكفرة لإنتاج الدقيق بعد توقف دام لعدة سبع سنوات المهندسون والفنيون اجروا الصيانه اللازمه لمكونات المطحن كافه في انتظار اعطاء الاذن من لجنه الجوده التابعه لصندوق موازنه الاسعار لكي يبدا المطحن باستئناف انتاجه. يذكر ان المطحن قد توقف عن الانتاج لاسباب عده في مقدمتها احتياجه للصيانه وعدم توفر قطاع الغيار لبعض الالات التي حالت الظروف الامنيه التي مرت بها المنطقه من توفرها. عقد بديوان المجلس البلدي الجفرة مناقشة سبل إعادة تشغيل مطار هون المحلي واستئناف الرحلات الجوية مع مطارات المدن الأخرى الاجتماع ضمها من بلدية الجفرة المكلف ورئيس مجلس الشورى والحكماء ومؤسسات المجتمع المدني ومدير المطار ولجنة الأزمة ببلدية الجفرة تم فيه تدارس العمل على الفصل بين المطارين المدني والعسكري هذا ويشار الى انه تم الاتفاق على تشكيل لجنه مشتركه من الجهات المعنيه لتشغيل المطار. وفي الخبر الاخير حيث سجل المركز الصحي لمكافحه الامراض الساريه بمدينه بنوليد وليد قرابه 150 حاله مصابه بمرض التقرح الجلدي اللاشمانيا منذ بدايه العام الجاري. مدير المركز من الهوادي قال إن حالات الإصابة تتزايد بشكل مستمر في وقت يواجه فيه المركز صعوبات في توفير العلاج اللازم ونوه الهوادي إلى ضرورة التوجه لإجراء الكشوفات اللازمة لكل السكان حال ظهور أي علامات بالإصابة على الرغم من قلة الإمكانات كتاب الموجز إلى اللقاء